نوع آخر بدينا. Third type aldehyde volatile oils. عندنا بيها أيضا aliphatic وعندنا aromatic. Aliphatic شوفوا نوع like citral. From natural sources is a mixture of two geometric isomers, geranium and neural. اللي اثنيناتهم تعتبر شنو هو؟ citral. Geometric isomers. زين. It is also present to a limited extent in oils, orange or ginger oil. موجود ايضا نسبه بالليمون اويل ينطينا هو يعني ينطينا فد عطر مميز بالذني. هذا الستيرول شوف ايش قلنا. It is used extensively in the synthesis of vitamin A or synthetic of vitamin A. هنا ايش قلنا انتبهوا عليه. Aldehyde volatile oils هو aliphatic وعندنا aromatic. Aliphatic example عليه الستيرول. هنا هاي تحفظون اثنيناتهم انتبهوا علي ما نعطيكم المحاضرة فانتبهوا علي طلاب. هنا انا عندي الستيرول فولاتايل اويلز شو هنا انا عندي دا اتكلم عن واحد هنا عندي جيرانيال بين قوسين ستيرول اي نيرال ستيرول بي. من اجي اشوف الستركتشر اكو اختلافات لو نفسهم ستيرول لكنه لا تبهين. هذا شو نقول هنا عندنا؟ هذا يكون عندي جيومتريك ايزومرز. اي اوكي صايرين اختلافات فطلع عندي تو كومباوند بس هي حقيقة هي شنو هي؟ هي ستيرول. يعني من نتكلم عن ذني من اقول نيرال او جيرانيال هو يعتبر ايزومر اوف وات؟ هو يعتبر جيومتريك ايزومر المن للستيرول. يعني اثنيناتهم سميناه بتسميات مختلفة حسب الكونفيجريشن لكنه هو فعليا ايضا هو المن يرجع هو ستيرول. اوكي؟ واضحة هذه؟ زين. الأروماتيك ألديهايد فولاتايل أويلز يعني شنو؟ ألديهايد أروماتيك ألديهايد. شوف بس أنا عندي هذا ألديهايد، هذا مو فينول. هذا ألديهايد أروماتيك. سواء مرتبطة دايركتلي، سواء مرتبطة اكو بين فت يعني فانكشنال قوة طالعة من عندها، لكن هي فعليا شنو كلها؟ أروماتيك. مثلا سينامالديهايد، بنزالديهايد، بنزالديهايد. سينامالديهايد بارا انيسال بارا انيسال ديهايد بارا انيسال ديهايد اوكي بنزال ديهايد سينامال ديهايد عندي هنا كيومنال ديهايد اوكي سالسال ديهايد كل هذني هذه كلها تحفظون مثلا اكزامبل واحد لكنه انا ارجع عندي كيميكال كلاسيفيكيشن او ذا فولاتايل اويلز الالدايد القسم قسم من عندي نوع واحد فقط هو يجينا هسه نشوفه او قسم نفس التايب الكيميكال تايب او الكيميكال ستركتشر سب كلاسيفايد انتو مور ذان 1 كاتيجوري مور ذان 1 تايب اوف كومباوندز. وعندي ايضا هيدرو سايكليك الديهايد لايك فيرفورال بريزنت از اويل اوف لافندر ات از يوزد از انسكتيسايد اند فانجيسايد. الانسكت يشتغل ويشتغل ونفس الوقت ينطيني هذا الكاركترستيك اوردر او يساعد بالكاركترستيك اوردر اوف لافندر. اللافندر نفسه هو شوف نفس اللافندر الاويل مالته الاستخدامات الاستخدامات الطبيه حتى احنا نستخدمه مرات مثلا في حاله الانسومنيا نسوي لاكسيشن اعطيه اللافندر الطبيعي نستخدمه ضمن يعني تريتمنت او نون فارماكولوجيكال تريتمنت اوف انسومنيا اكو اكثر من ماده يستخدمه من ضمنها اعطيه يعني نقول له مثلا ابو عنده ارق بالغرفه مالتك يوش حط له اللافندر على المخده مالتك خلي قطرات من حط له اللافندر تسوي لاكسيشن يساعد عمليه النوم جماعه الانسومنيا هذا الطبيعي طبعا. فبنفس الوقت من اجي على هذا الاويل اخذ الكومبوزيشن مالته كل واحد مثل ما قلنا كل واحد له such therapeutic properties. لا شوف هذا الفيرفال وين قلنا لا قلنا هو اليفاتيك ولا قلنا هو اروماتيك بينما هو عباره عن شنو؟ هيتروسايكليك جاي هاي قصتها وسويت له هيتروسايكليك وياي هذا يا مجموعه الالديهايد احفظ كل وحده ايش تطلع من عندها الالديهايد مخططات اقدر اسوي احفظها هذه الفاتيك ابط اكزامبل بس هاي اثنيناتها اكيد علي ذني ارتبطات يعني اثنيناتها ذني ست راوند فذني اثنيناتها سوية عندي اروماتيك واحد هيتروسايكليك عندي واحد وانتهى الموضوع. النوع الاخر كيتون فولاتايل اويلز اللي هي ال هذا مو زايده ولا رقم واحد هذه ال ليفو من ثون
أو من ثون. Present in a peppermint, it has two asymmetric carbon atoms, two chiral centers. It can exist in two pairs of enantiomers or four optically active isomers, D-almenthone and isomenthone. هذا عندي الآن. Be more than, شوف السهل تكون عندي, be two chiral centers. More than one. فهنا أنا من أجي أشيكه. أشوف عندي هنا تكون عندي chiral center. أوكي؟ هنا يكون عندي chiral center. شنو chiral center؟ asymmetric carbon atom يعني شنو؟ يعني تكون attached to four different groups أو to four different components يعني attached to four different components يعني واحدة الهيدروجين مو جروب واحد بس هو يعني فعليا هي مرتبطة بأربع مجاميع أربع compounds أو خلينا نقول عندنا four atoms لكن تكون different. فهنا من يكون عندي two asymmetric carbon atoms, two chiral centers وكل واحدة تعطيني isomers اثنين إذا نصير اثنين في اثنين أربعة وياي كل واحد يعطيني enantiomers أو stereo isomers مالته الثاني هم يعطيني isomers مالته إذا صار عندي it can exist in two pairs يعني زوجين of enantiomers أو نقدر نقول four optical active isomers اللي هي D D شوف هاي اكو عندي هاي الدي والال انكتب السويه بس هي معناتها اثنيناتهم يعني اكو عندي ال من ثون شلون هذا وعندي دي من ثون انكتب السويه معناتها اثنيناتهم موجوده الدي من ثون والال من ثون وعندي ايزو من ثون هم معناتها يكون عندي يكون دي فيكون اثنين بس يكون عندي اربع ليش عندي مور ذان وان كارل سنتر هذا معناته الكلام اذا هذا اول اكزامبل عندي على من على الكيتون الثاني الكالفون شوف صار كيتون منثون شو بس هذا منثون كالفون كيتون present in mandarin peel oil and spearmint oil الكالفون بالنعناع هذا النوع البارد يصير شوية spearmint mandarin يعني مجموعة ذني اللالنجي اليوسي اللي يسموها ماتيا بهاية هذا كالفون يعطيني طبعا ذني نرجع نقول ذني ينطني بيها الكاركترستيك اوردر مال هاي الكومباوند مال هاي البلانت او بلانت بارت وبنفس الوقت هي تكون موجودة بنسب معينة وهي بيها ثيرابيوتيك بروبرتيز إذا أخذتها واحدة زين عندي الكيتون أيضا عندي نوع هذا عندي باي سايكل كيتون فولتايل أويلز لايك كافر الكافور الكافور كافر كافر is used for treatment of fibrositis and neuralgia هاي كلها تصير عندي يعني القسم تصير آلام بالأعصاب أو التهابات تكون بالأعصاب associated with أو الفايبرز with inflamed joints شوفوا التهابات تصير عندي بالمفاصل سبرينز هاي التواء أكو عندي سبرينز يصير شلون تمزق يصير and other inflammatory condition أي حالة تصير بالجوينتس عندي مثلا عندي بالمسلز كذا أكو عندي inflammatory conditions زين it is primarily used for its mucolytic properties also Camphor has been shown to be safe and effective for reducing cough when externally applied to the chest and the throat of young children. Inhalation of the aromatic vapors causes local anesthetic action. أرجع هذا أقدر أستخدمه externally بالمثل ointment عندي رب هذا الpatient أقدر أستخدمه يا كامفر عطر الكافور هذا يكون وياه استخدمه وياه أقدر أستخدمه as When camphor has been shown to be safe and effective, amine وفعال for reducing cough when external applied. Then يكون مرات صفة فارمل عندنا مرات يقول لي دهن بيصدر شوية دهن كبير. وياه وين علاجات عندهم قحة وكذا عندهم هو بي انتي انفلاماتري افكت يكون يعني حالات تصير وبنفس الوقت هو reducing the cough episodes يعني يقلل نوبات القحة اللي تصير طبعا هو مرات تفيده هاي ما يعني يحتاج يستخدم مرات وياه علاجات. لكن اذا كان عندي يعني فورمولا تحتوي على الكامفر بنسبه معينه اقدر استخدمه سيب البيبرز مالته اذا اخليه هذا النبات مالته او اذن تكون عندي شلون الاقراص مالته استخدم او استنشق شلون كالبتوز استنشق البيبرز مالته من يخلون مرات كالبتوز ويبخروه استنشقه مالته يكون لوكال انستيك افكت من انت تجي في ماده مخدره موضعيه اقدر استخدمها هم ماتين فشي اكسترنال يوز يعني على شكل مثلا اوينتمنت اقدر اخليه يصير عندي شيء عمليه تسوي له مساج
منطقة chest and throat يعني هالمنطقة هاي أدلك ريبيت سان يعني تفيدنا بعملية اللي عنده كف زين أرجع حتى عليه كيتون عندي ألمن ثور وعرفناه عندي الكالفون وعندي بايسايكليك اللي هو الكامبر وطبعا شلون تشوفوها لو نفسك هالسكتشر مالت الكامبر هذا سايكل هذا خلينا نقول مين عندي هاي بايسايكليك تشوفوا هاي مثل في الصايم فوقها بغض النظر عن انه الثيات نفس العدد مال الكربون يكون عندي تو سايكل سايد باي سايد زين عندي هسه تشوفون يعني المو عليان بسرعه المشكله بينه والتقسيم ارجع اجمع هاي السلايدات كل واحد بالبدايه انا اعرف الكلاسيفيكيشن انا هسه بالبدايه مو طلبت شلون قلت لكم هذا من عددناهم كلهم عندي الهيدروكربون الالكهول البارتايد بالسلايد الواحد هذا وياي انتم المفروض تحفظون ويا حفظن هذني اطلع من عندهم قلت الهيدروكربون ما عدد بعده اذكر الهيدروكربون شنو هي سب كلاسيفيكيشن الفاتك اكساتشوريت كذا ايش في انواع اعدد الفينول شنو انواع في سب كلاسيفيكيشن وهكذا اوكي زين نجي هسه الفينول يعني او اتش اتاج تو بنزين او اتش فينول The important drugs containing phenol volatile oils like club oil and oil of thyme زعتر. They essentially antibiotic, antiseptic, germicidal, popular flavoring agent and another effects. Flavoring. كلاف شنو الكلاف؟ مو يستخدموا فلافينج هسه بالمندي وغيره؟ مو لو انا غلطان. ايش بيكم بالضبط؟ فمن ضمن هذا فيفن استخدمه انتيسبتيك خاف يعني المندي بي شيء حتى هو انتيسبتيك وياه موجود جلميسيد لما لا تستخدم شوف هسه هذا الفينول فولاتايل اويلز فينول مبينه من يقول لك انت تعرف ستكتشر مالته شنو معنات فينول من ضمنها كالفا كول اويل اوف ثايم ثايم اويل كالفا كول يعني من نقول هذا موجود مو معناته هو فقط سبيسيفيك ما موجود بغيره لكن خلينا نقول هو البريدومينانت او بريفالنت موجود بنسبه اكبر بهذا النبات. وياي؟ نسبه الاكبر حتى انا من اريده مثلا اريد الكاربوكرول اروح على الثامن. اكو بغيره لكن نسبه قليله قد تكون. بس ما بي مو شرط. يعني قلنا اكثر من 500 نوع. وهذا عندي الكاربوكرول اجي. اويل اوف تايم هذا موستلي امبلويد از ديسنفكتنت اند انثلمنتنج. مال ديدان. يعني اذا الفكره والاجي هذا كله فد نبات فلفن استخدم اخذ الاويل مالته اروما ثيرابي اجي على كل وحده افصلها اخذ من عندها ثيرابيوتيك بروبرتيز يعني هذا مثلا كالبوكرول اجي اخذ بيور يفصل من هاي الناتشرال برودكت بيور واقدر استخدمه انثلمنتيك مثلا بعلاج الديدان نفس الوقت هو فلفن او انه هذا الاويل بعد وين تشوفه ذني كثير من عندهم وين موجودات مثلا بالاكل فود مو صحيح؟ انت من تجي تاخذ البيبرمنت السبيرمنت تاخذ هذا مثلا الثايم غيره ذني انت فعليا هم تاخذ الاويل ممكن وياه وياي يعني انا مره اخذ الماده بيور اسويها فورم استخدمها علاجات طبيه مره اخذ الاويل كله استخدمه وياي مرات اخذ البلانت بارت هم ما تقدر استخدمه يعني يقول له مثلا هذا النبات اكل من عنده هواي ليش؟ طب الاعشاب او غيره استخدمه مثلا مرات لان هو اعرف بداخل اكو كيميكال كومباوند راح يشتغل ينطين ثيرابيوتيك بروبرتيز يعني مثلا خلينا نقول فور اكزامبل بالزعتر او البيبرمنت ب المنثول ذن جماعته اقول له اكل من عنده حتى بالنتيجه يحصل على هذا البروتايل اويل بالنسبه اني اليوجينول اللي هو بريزنت ان كلوب اويل يوزد ان برفيومريز بالعطر فليفرينج ونكهات اسينشال اويلز اند ان ميديسين as a local antiseptic and local anesthetic ولذلك هذا وين نشوفه كلوف اويل المندا نستخدمه او شو سولفت عنه كلوف اويل هو شنو هو كلوف زياده الاقليم في الوان نستخدمه بالاكل اوكي فلفل بنفس الوقت انتم شوفوا هذا بالاكل فلفل انت ما راح تاكل يعني تاكل المندي كله بس زادي تعوف مو صحيح؟ هاي مجان وانا اعرف هاي السالفه هاي مجان لكن بنفس الوقت انا اخذ الاويل مالته استخدمه هذا من عنده واحد الالم مال اسنان تيوبات الصغار وسط مثال بدايه المحاضره انا مرات استخدمه هو اصلا وين مخليه؟
هو بيليوجينول يعني ماخذين كلف اويل مستخلصين الاويل مالته هاي القنفل ماخذين الماده الزيتيه مالته ومخليه بهاي التيوبات شوفوا مخليه تيوبات صغيره جلاس كونتينر تايت الاستوبر حتى من تفتحوها تصير طبقه شويه مو ينفل وانما كبس لكنه يصير قوي هذا هو الكلف اويل هو زيت القنفل حتى مكتوب عليه بالعربي زيت القنفل تستخدم تشتم عطر هذا العطر مبين حتى من مرات عند اطباء الاسنان او انت من واحد يخلي شويه المقابل يشتم العطر مالته انه مخلي اكو زيت القنفل بالموضوع لوكال انستاتيك يعني ما تستخدمه من الاسنان مخدر هذا العطر هو عطر اليوجينول الموجود هذا بريفنت هاي الطين هو فهو اليوجينول فعليا بهذا الموجود بالاويل هو اللي يستخدم انتي انستاتيك ولذلك لانه موجود بنسبه اكبر بالكلف قاموا يستخدمون الكلف اويل كلوكال انستاتيك ارجع بالعكس بسبب وجود اليوجينول. زين الثايمول هذا الثايمول ايضا فينول من الثايم هذا شو مبين ثايمول فروم ثايم يعني النسبه الاكبر تكون موجوده هنا هذا انفيربل امبلويد از انتي فانجل انتي بكتيريال ايجنت هاي بسهوله. فيتال كومبوننتس ان سيفيرال انالجيسيك اند توبيكال انتيسبتيك فورميليشنز شوفوا انالجيسيك مسكره اند انتيسبتيك معقمه. Formulations and low concentration ranging between 0.1% and personal health care products. هذا أيضا استخدمه هذا الاستخدام. كأنالجيسيك and topical antiseptic. بعد. Widely deployed in preparation exclusively intended for mouthwash, for gargles, and topical application. Oral preparations and local anesthetic and toothache. هم ممكن استخدمه. مثل اليوجينول يعني لوكال او توبيكال انستاتيك الم الاسنان استخدمه شوف استخدموه وين بالماوث ووش ذني المضامض والغسول مال الفم وكذا ليش؟ لانه من ضمن استخدامات انتيسبتيك يعني هو يتمضمض لكن ايضا ذني اكثر شيء الزاك وغيره ذني النوعيات الثانيه هماتين اللي يستخدموها المضمضه شنو فائدته؟ الماوث ووش هاي تخليه انت بالقبض وتاخذه من تتمضمض شنو فائدته؟ ممكن وبعد انتيسبتيك مو فمن ضمن يخليك هذا باذن يعني تلك الكومبوزيشن كثير عندنا موجودات يخليك اكثر من واحد ممكن قد يكون يخلي مواد يعني بالفورمولا عادي ويخلي مواد سينثيتيك اوكي لكن ذني من يخليها ناتشرال وتكون بنسب حقيقيه ودائما تشوفون انه قلت لكم الشغلات اللي تكون بها ناتشرال لان يحسبون كلفه استخلاص وكذا تكون ناتشرال بس تاثيرها اقوى هاي تكون حتى يعني مو اكسبنسيف اغلى تكون من العاديه اللي تكون بها شغلات سينثيتك فهذا وانا فعلا دا استخدم وانا دا اغسل حقي خوب اغسل المي ليش استخدم هذا؟ لان هذا بي انتيسبتيك كومبوننت اوكي؟ تعقيم وقد يكون ايضا لوكال انستيتيك افكت فهنا عندي هذا استخدمت الثاني الفينوليك ايثر فولتايل اويلز جود نمبر اوف فولتايل اويلز اسينشالي contain phenolic ethers which attribute powerful aromatic odor. Because of their distinct characteristic aroma, they are used extensively as pharmaceutical aid. Perfumery, confectionery, صناعة الحلويات غير باعتبار انه هذه بيها شنو؟ characteristic aroma ومميزة ومحددة تكون. ففينوليك ايثر يستخدموها لاستخدامات هذه. Examples of phenolic ether volatile oils are erythrol, سافرون موجود زعفران كون مايستسين السينيول ابيول اسمع عليه هذه استخدمها ايضا بالصناعات الغذائيه غيرها حتى بالفارماستيكال كومبينيشن تبلغري بنفس الوقت نشوف اكو استخدامات طبيه مثل عندي الاليثول اون اكسبوجر تو اير تو اوكسجين لايت اور هيت اندر جو ستركتشر موديفيكيشنز تو يلد فوتو اليثول هاي بالمحاضره خلوا جواخر which is a visit yellow color mass having a disagreeable taste and disagreeable odor يعني ايش معنى جواخه؟ اي يعني تكون باعتبار هذا another compound هذا قصدي انيثول الفوتو شنو الفوتو انيثول؟ مين جاي؟ with a poor solubility in solvents perhaps the conversion of anethol to photo anethol takes place via the formation of anisaldehyde يعني من المتوقع بانه هذا يتحول من انيثول الى فوتو انيثول عن طريق يتكون انيثول ارجع انا اتكلم ذني باعتبار ايش قلت جواخط لان عندي تو كومباوند عندي انيثول عرفنا من ضمن الفينول كيثر بولتايل اويلز بصوره عامه الاستخدامات لكن هذا الفكره وين؟
انه هذا الانيثول باعتبار فولتايل اويل المفروض يكون كانابيلس كومباوند. من يصير له اوكسجينيشن اوكسيدايزد يبدي يتحول شنو هو ستراكشر موديفيكيشن تويلد فوتو انيثول. هذا يتحول مو فقط التركيب ما تكون داركن لا، وانما اذا تعرض للاكسجين اللايت او هيت اي واحد من عندهم راح تغير حتى بتركيب الكيميائي بس ستراكشر مالته ينطيني فوتو انيثول. شنو مواصفات الفوتو انيثول؟ اللي هو يكون فيزيت يلو كلر تحول لون الى اصفر، لزج اكثر لزوجه من الاويل، يكون ديسبيبل تيست ما اقدر استخدم بعد لا طعم متقبل لا عطر متقبل، بور سوليبلتي انسولفنت بالواتر ما يذوب لكن بقي، فهذا تحول الى اذر كومبوننت راح يسوي لي مشاكل. فاذا اسالك الفكره وين فشي بسيط، اذا اقول لك انه اني الانيثول افكتد باي او ريشنالايز ذا انيثول مي بي افكتد باي اوكسجين باي لايت او هيت، فانت تسوي منطقه هذه يتاثر الانيثول بهم مثلا فور اكزامبل يعني هذا شنو معنى؟ لانه بيتحول تقول بيكوز ات كان بي كونفرتد اون اكسبوجر تو لايت هيت او اوكسجين اي واحد من عندهم فضلا عن انه ثلاثتهم يتحول الى فوتو انيثول. او اسالك شنو وات از ذا فوتو انيثول؟ ها هو برودكت فروم ذا افكت اور افكت اوف هيت لايت اور اوكسجين اون انيثول اند كان بي كونفرتد تو ذيس كومباوند فوتو انيثول and which is all its properties visit yellow colored highly soluble disagreeable taste and odor هذا معنى او the properties مال فوتو انيثول يعني هو في شيء برجر بسيط بس قد يكون بأكثر من طريقه السؤال هاي كاكزامبل على البقيه يعني حتى من لكن هسه انا من اجي اخلي بالي من اجي اسوي تقسيم اخلي بالي اكو انيثول وفوتو انيثول مجرد من اقرا يعني الفكره وين عندي مختصر فأنا عندي كومباوند من أجي أسوي المحاضرة أقراها وعندي ملخص إلي فاهم حتى ما خفى تقرأ المحاضرة أوكي بعدين السلايدات تقرأ تحفظ أشياء عندك مسودة إحنا نسميها عادي تحفظ مصطلحات ليش هسه مثلا طلاب الابتدائيه من ينطوهم رقم من ينطوهم حرف بالانجليزي شو تسوون بالانجليزي مثلا؟ صفحه وتكتبوا مو صح؟ الاي والبي تكتبوها مو؟ فالارقام يعني ليش هو شنو الفكره؟ مو هي الفكره وين؟ انه هذا من ديكاريوها تظل بباله يعني تركيزه وقت كامل هو بس تركيزه على هذا الرقم، تركيزه فقط على هذا الحرف فيظل ينحفر بالدماغ، هنا الفكره. تبدي بعدين تستخدم الكلمات. فهنا نفس الطريقه اجي انا بالبدايه اقرا هاي المحاضره قريتها قراءة أولى، ثانية ترجمت، هيئتها ثانية أقرأ، بديت شوية قريت أول مرة حفظت، كم مصطلح عدتهن أكثر من مرة حفظتهن، عرفت مكانهن وين، شنو معناتهن، أعيدها أكثر من مرة، وأنا قايل لكم يعني هسه يمكن سألني محمد ببالي إنه المحاضرة، ها دكتور؟ عندي بعد هنا إن عندي شوفوا الانيثول ايش قلنا هنا which is a visit yellow color كلها ذني perhaps the conversion of anethol to photo anethol takes place via the formation of anisaldehyde هنا انيثول طال انيسالدهايد طال فوتو انيثول يعني اكو فت حلقه اكو يعني other compound او intermediate compound ينطيني انيثول انيسالدهايد يلا يعطيني الفوتو يعني مو دايركت هاي ايضا اعرف
شنو الفوتو اليثول بروبرتيز مالته او مثلا جيف ذا ريزنز او ريشنالايز. طفت هي كل الثيانات طفت سجاد لا بس وحده هاي بس وحده طافت. زين it is used as a flavoring agent in perfumery particularly for soap and dentifrices. زين السافرول شنو بعد هذا النوع الاخر من هاي المجموعه اللي هي فينوليك ايثر. فينوليك ايثر هنا عندي سافرول which is widely used as a flavoring agent for a variety of products such as pharmaceuticals, chewing gums, for toothpaste. يعني flavoring مادة منكهة بال يعني variety of pharmaceutical products استخدمه in pharmaceutical chewing gums, in toothpaste, in perfumery and scenting soaps. يعني بها عطر أو بال عندي بالعطور او بالصابون المعطر او انا استخدم مثلا بالتشونج كله فليفرنج ايجنت. هذا من ضمن الفينوليك ايثر كومباوند. يعني شنو هي تصير اكتب شوف فينوليك ايثر يعني الثنين فينول اند ايثر. فينول هذا من جهه شوف هذا فينول هسه خلينا نقول هذا البارت شان فينول مرتبط هذا فينول ايثر صار عندي تو ار جروبس. اوكي هنا أنا عندي بعد الأنيثول فينوليك إيثر هنا فينول هو هنا المفروض إذا كان فينول هنا OH وصحيح بنزين لينك OH صار فينول ارتبط CH3 صار إيثر R هاي تعتبر وحدها R وهاي كلها R ROR هذا إيثر ومن جهة فينول فصار فينوليك إيثر يعني الثنين فينول and إيثر. السافرول عرفنا عندنا بعد من هو أبيول which it occurs abundantly in dull oil and it is also found in the parsley seed oil. Okay, dill is frequently employed as an aromatic stimulant, carminative and flavoring agent. Dill oil is an important ingredient of grape water which is given to infants to relieve flatulence. يا هو عندي هذا الدل جيب ووتر يا هو تسميه بالعربي ماي غريب اللي هو من ضمن الكومبوننت مالت الدل الشبنت عطر شبنت مو بيعطر معين هو يطلعون هذا اويل فيه اوراق مالته فيها اويل هذا ينطيني شنو هو كارميناتيف بروبرتيز وذاك يستخدموه الجيب ووتر يستخدموه فلاتشنس مادة طايدة للغازة صار عنده تطبل يعني صار عنده انتفاخ عند الطفل فيستخدمه جروب ووتر لما تجي جروب ووتر موجود بيه شنو موجود بيه دل دل اويل هو الزيت مالته مال زيت الشبت. اوكي هذا الدل اويل which is found in dill يعني بالشبت بارسلي يكون عندي بالمعدنوس هذا اروماتيك ستيمولنت كارمينيتيف ليفرنج ايجنت بعطر اخليه على سبيل الاكل او كذا مكان تروح العطر مميز طيب اوكي نفس الوقت هو يعطيني كلمته هم غير عامل تحليل يشتغل يعني بيجي يسمي ابن شيء يعني هو بالعكس يكون شوي يكون بيرنينج سنسيشن بي اكل يعني يكون عندي التيست مالته يكون بيرنينج يكون شوي حار قاطع نكهات ما كانت بس مو بناء كيف ليفرينج وكذا يستخدم كيف ليفرينج وانا عندي بحثها مالتين بانه يستخدم كانتي بايتيك انتي بكتيريا بحث مشتغل اخر شيء انه من ضمن هذا الشغل مالته الدل اويل وذا كيومن يعني الكمون والدل اويل اشتغلنا عليه هذا من ضمن الشغل مالته مالتين بانتي بايتيك بروبرتيز الزيت مالته نفسه زين المايستيسين هم مالتين من مجموعه الفينوليك ايثر شوف هذني كلها ستكشر مالته فينوليك ايثر فينوليك ايثر او مرتبط او سي اتش مثل انيثول بس هو بكل الاحوال الاثنين المايستيسين هذا اكزامبل عليها بعد هذا منطيتش فقط بس يعني ما منطي مثلا يوز حتى اصير واحد عليه ما اخذ المهمات عندي السينيول او نسميه يوكاليبتول هذا تسميه ثانيه هذا it is the chief constituent of oil of eucalyptus شوفوا chief constituent زيت الكاليبتوز الاساس هذا العطر المميز الى الاساس الى مو هن ذني قلنا كومبوزيشن هذني الثلاثين هاي كاكزامبل طيبكم الثلاثين قد تكون اكثر اقل هذا الكومبوزيشن اوف ذا فولتايل اويلز قد يكون عندي مجموعه وفعليا اكو مجموعه هاي برسنتج واكو مجموعه لور برسنتج يعني هذا الاويل كله من اجي نسبه مثلا فت 20 30 40
فد نوع معين واحد بس من هذا الاويل. وكو نوعيات مثل الكامامول البابونك بكامازولين بفولتايل اويل حطوا الخاص بالكامازولين نسبه 50-60% من الاويل مالته الكل، والباقي نوعيات اخرى. نفس الحاله هذا مالته يعتبر تشيف كونستيتوت، هو الرئيسي اللي يكون of oil of eucalyptus obtained from the leaves of the eucalyptus globulus. طبعا هاي بيها species of wire also present in Artemisia بالشيع الكامامول البابونك and the club القرنفل. هذا من هو اللي هو السينيور او اليوكالبتور موجود النسبة الاكبر بزيت الكالبتوس، موجود بنسب اخرى او بكميات اخرى موجود بالارتميزيا نبات الشيح بالكامامول البابونك بالكلاف زيت. لما نستخدم هذا السينيور internal usage as a stimulant expectorant in cases of chronic bronchitis، هذا تحسس القصبات او التهاب القصبات المزمن اقدر استخدمه وهي الاكسبكتورنت. الاكسترنال يوزج از امايلد انتيسبتيك، استخدامات خارجيه معقم خارجي انستاتيك يعني توبيكال لوكال انستاتيك ان كيسز اوف انفلاماتوري كونديشن. ات از يوزد از افارماستيكال ايد از فلافون ايجنت. اذر ثيرابيوتيك بروبرتيز اذر ثيرابيوتيك يوزز هاي يضيفوها وياها يعني انرجيسيك antibacterial, antifungal, antiviral يعني antibiotic properties. increases cerebral blood flow يزيد مجرى الدم بال يعني بالبرين. reduces tension headache and smooth muscle relaxant يعني اقدر عن هذا مثلا استخدمت عند هذا اليوم استخدم عند فد ointment نوع معين اقدر بنسبة سينيور عالية. ولذلك انتوا تشوفون هذا وين موجود ارجع هسه بطريقة اخرى قلنا عندي هذا internal usage استخدم سبكتورنت ولذلك هذا كبير تكون نسب من اخلي الكالبتوز مرات شو يذكرون يذكر مرات هذا اذا ما اخذ بيور مرات يقول لك هذا الكومبوننت او الكومباوند مالتي مثل ما قلنا دير اول جروب ووتر ما منطيك الماده مالته ما منطيك الابيوم جروب ووتر قايل لك دير اول مثلا بزيت الشبلت لكن فعليا هو يستهدف من عنده شنو؟ يستهدف من عنده الكومبوننت، يستهدف من عنده الابيول الموجود به. واضح هاي؟ يجي يسوي لك مثلا فورمولا يقول لك بي يوكاليبتس اويل. خلي مثلا بالزيكوف او غيره. بس القصد مع هذا الاويل اللي مخليه لان اكو بي كومبوننت مثل سينيور او اليوكاليبتور اللي هو يستخدم كسبكتورنت. ولذلك جبنا اليوكاليبتس اويل لان بي من هذا السينيور نسبه اكبر وخليناه بالفورمولا مال الكسبكتورنت. ضفناوية external antiseptic anti-inflammatory ممكن استخدمها ما تيبي بعد بانرجيسك يعني properties. اذا هذا اقدر استخدمه externally او اقدر استخدمه بس اذا تشوفون مرات يستخدمون الكالبتوز نفس الكالبتوز ليش يخلوا يسووا فيبرز يبخروا مرات يستخدمه باللوزنجز مرات يستخدموا جماعة الكمان كولد مثلا مرات بالاكسبكتورنت فورميليشن قلنا مثل زيكاف او غيره ومرات قد يكون وين مخلي فيبرز انت تجي تجيب الكالبتوز اوراق الكالبتوز وتبخرها مو صحيح؟ وياي؟ هذا ممكن انا استخدمه بهالطريقه هذه اكيد استخدم الكالبتوز اويل موجود في الكالبتوز موجود فيه واضحه هاي؟ لأنه النوع الاخر عندي الاوكسايد فولتايل اويل. الاوكسايد فولتايل اويل دي فاليوس كيميكال كونستيتوينتس كونتينينج اوكسايد فانكشن بريزنت ان انشور ليفل فولتايل اويل ار ميبي سافو مايس دي سي ابيول اند سينيول. ذيس كومباوندز هاف اولريدي بين ديسكفد شرحناها قبل عن ترسبشن في نوريك ايثلينيا نفس الوقت شفنا سكرتشر احنا سوينا نرجع عليه نفس الدليل شوف ونسوي الاوكسايد ايش حد الثاني؟ سافرول مايستيسين ابيول اند سينيور. هذا اللي ما شرحناه ليش؟
لان شاحنه وين؟ وين شاح؟ اللي هو البيثل هو ميت عليه ولا ينتبهون عليه ساعه نشيله ينتبهون فقط هنا نشيله عليه قبل ان يدور هاي موجوده هنا ذكرتي وشاحتن بعدين سافو اب يوم مارس تسيل وشاحتن سين يوم ما رايك عليه ليش؟ لانه من نجي حتى ليش احنا نقول كيميكال ستركشر ما مطلوب لكن انا لازم اطلع عليه حتى ايضا يساعدني بالفهم والحفظ. من اجي اقول الاوتسايد شنو الغلط؟ لان هذه من جهه من اجي عليها بالبدايه هي شنو؟ من جهه هي اوكسايد من جهه هي فينوليك ايثر تشوفون اسايد بالبدايه هي فينوليك ايثر مو صحيح؟ لكن بنفس الوقت هي شنو؟ هي اوكسايد. رايت؟ صحيح ولا لا؟ إذا هي نفس الشيء مرات عن تكون أوكسايد ومرة يكون فينوليك إيثر. إذا إذا قلنا مثلا يجي واحد أسئلة ثانية سألته الأوكسايد فولتايل أويل أنت تقول إنه لا حافظ ولا ماني أي شيء بس محددين بينما فعليا أنا ذاكر من وين؟ من الفينوليك إيثر وصحيح؟ اسم الفولتايل أويل الاستاذ شو التركيب هذا؟ وين الاستاذ بالضبط؟ واحد يشير يعني يقول لي ذن هذا هو الاستاذ. بالاخير وين؟ ابدوا لي بالاخير حتى نوصل للاستاذ ونتوقف. اي تفضل. هذا الاستاذ. اوكي؟ هذا الاستاذ هنا معروف تركيب، فهذا الاستاذ فولتايل اوز تشوفون تقسيماتهم حسب نوع التركيب الكيميائي مالته. فانا عندي استر فولتايل اويلز ذا استر فولتايل اويلز اسينشال بوزز ذير فليفرينج كاركترستكس اند سبيسيفيك بيرفيوم باي فيرتشو اوف ذا بريزنس اوف ا جود نمبر اوف ناتشورالي اكيرينج استرز موست كومن امونج ويتش ار ذا اسيتيتس اوف بورنيو هي عباره جاي اسيتيت مال بورنيو جيرانيو اند تشربينيو ولذلك هي اسيتيت اوف وذا تقول جيرانيوم او جيرانيوم اسيتيت لان هي جايه اصلا جيرانيوم سوت الاسيتيت مالته صار عندي استر فتسميه هذا جيرانيوم كان كحول صار استر فتسميه جيرانيوم اسيتيت زين بريزنت ان ذا فيندر اند ثايم بعد عندي من ضمن هاي الاستر فولتايل اويلز لينالين اسيتيت نقول هي acetate of this compound الكوريتي الاسترز اللي هي present in lavender and bergamot هذا نوعا ما تصير يعني مشابه للشون النوم يكون افضل البرغموت هذا اللي من ضمنه في نوع من الشاي معطر بهذا العطر نوع من انواع الشاي زين مثل salicylate هذا كله وين؟ هذا كله استر volatile oils قلنا شنو هي؟ which are the acetates of bornyol, acetates of geraniol, acetates of terbinol. هذا واحد. اثنين عندي لينالين acetate اللي هو هما تعتبر شنو acetate of this linalool. زين هذا واحد. هم استر. مثل salicylate ايضا. هذا مثل salicylate has local irritant effect. Antiromatic properties, antiseptic properties. It is an important ingredient of ointments that used to relieve pain, several conditions like for muscular pain, for joint pain. Salicylates, يعني مثل جماعة ال هي تشتق من عند جماعة السالسيليك أسلو غير يعني كانت inflammatory effect, كانت analgesic effect. بنفس الوقت هو local irritant ولذلك احنا هاي الجروب حتى من ضمن السالسيليك اسيد من يطلع هو يكون local irritant يعني السالسيليك اسيد ما تقدر تخليه بالفورميليشن تخليه على ايدك على جلدك مباشره corrosive irritant and corrosive ممكن يحرق المكان يعني مو مثل H2O سوفا لكنه يهيج المنطقه يسوي بها redness يسوي بها inflammation irritation يهيجها فحتى من نجي نستخدمه بطريقه بنسب معينه بطريقه خاصه فهاي من ضمن البروبرتيز مال هذا الجروب يعني salicylic acid and نقول is derivatives and related compound فهنا عندي مثل salicylate هم ما تلبي على property من هالمجموعة من العائلة local irritant بنفس الوقت ب
مثل صاصل كسبية توماتيك أنتي إنفلاماتي أنتي سبتك بروبرتيز. هذا بعد عندي من هاي المجموعة الإسترز عندي مثيل أنثيانيوريت اللي هو إسترز كونتينينج نيتروجين present in orange. هذا موجود إستر كونتينينج نيتروجين مثيل أنثيانيوريت. هذا طبعا ذي لازم تحفظون تسمياته ذي لكم مرات قسم من أمر عليه نعطي أكثر من إكزامبل ومرات تصير هي واحدة جروب هي واحدة كومباوند ما بيهم إكزامبل واحد يعتبر. فهنا أنا عندي مثل أنثيرانيلات هو إسترز كونتينينج نيتروجين إستر كونتينينج نيتروجين بريزنت إن أورنج. حتى هناك سؤال أي شيء؟ أكو سؤال حتى هنا؟ بالأخير للمحاضرة الجاية عندكم كوز قد يكون بالمحاضرة القبيلة وبنفس الوقت أكوزكم بالمحاضرة دا أشرح لك هاي إضافة أنت أشوفها مثل يعني تنتبه عليه واحتمال هاي أفعلها أكثر أعطيك سؤال أو سؤالين إما بالمحاضرة قبلها أو باللي دا أشرح هسا وبعد إضافة أمواتية إنه من المحتمى الكوزات اللي بعد من هي اللي أحسنها لأن أشوفكم ما منتبهين هسا لا أحسب أقل شيء جزء من 40-50 هسا المجاهد دول حسابهم واحد حتى يجي بعدين ليش أنا 200% وشو راح أجيب درجة أوكي؟ فعدكم الكوزات اللي بعد المد هي اللي راح أركز عليها واللي هي تحسب من 5 درجات فعليا هذا واحد حتى اللي هماتين يقول أنا مو زين قبل المد وما جاوب خلي هسه بعد المد يقول هذا واحد. اثنين معرضين للكوز بعد ما عندي كوز ما أعطيكم محاضرتين وتافهم تقرون وأنا بدكم إياها كلها فجأة بالمحاضرة دا أشرحها أو بالمحاضرة القادمة تجون كملت اليوم محاضرة تروحون تقرون البرتايل أويل وتجون بنفس الوقت بالتبين على راح أشرحها جديد محاضرة تكملت محاضرة تستايدات ميت سلايد لأن ذا أشوف not interested with me أبدا ما حد مهتم ولا حد يعني أكو لا أكو مجموعة مثلا منتبهين عليها أوكي تابعين ما أقول ما أعملكم اللي يشوفها بس نظر وما يحضر أوكي ولذلك حتى ذول اللي ما حاضرين هماتين يصفرون طلعوا واقص طلعوا